الهدف الرابع لفريق النصر سجله اللاعب محمد السهلاوي رقم 10. أيها الأخوة الحضور، سيتم الآن السحب على السيارة الأولى والثانية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة. نذكركم أنه سيتم السحب الآن على السيارة الأولى والثانية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة. صاحب التذكرة رقم 352، الرجاء الحضور الآن إلى المكان الخاص بالسحب، وسيتم بعد قليل السحب على السيارة الثانية. و52، الرجاء الحضور الآن إلى مكان السحب. الفائز بالسيارة الثانية صاحب التذكرة رقم